ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين لأنهم كفار، وإذا كانوا كفارا فإن الصلاة على الكافر والدعاء له لا يحلان ولا يجوزان. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والمقصود بالمنافق هنا من علم نفاقه، أما إذا خفي علينا نفاقه فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا إلا بأن نؤاخذ الناس ونحكم عليهم بظاهر أعمالهم. فمن ظهر لنا أنه مؤمن عاملناه بإيمانه، أو مسلم عاملناه بإسلامه، ومن ظهر لنا نفاقه عاملناه بنفاقه. وظهور النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العلم بالمنافقين كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علم أعيانهم بوحي الله له بأسمائهم. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كلمة أبدا تأتي لتأكيد المستقبل، تأكيد النفي في المستقبل، وكلمة قط تأتي لتأكيد النفي في الماضي، تقول ما رأيته قط ولن أسلم عليه أبدا. قال ولا تقم على قبره، أيضا لا تقم بالدعاء على قبره، لا تشيعه ولا تقم على قبره لتدعو الله له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما نهى الله عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل على أن من أعظم القربات الصلاة على المؤمنين وتشييعهم والقيام على قبورهم. قال ولا تقم على قبره، لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. ولاحظوا كيف مثل ما ذكرنا لكم في المجالس الماضية القرن بين الله ورسوله في هذه السورة كثير جدا للدلالة على أن الإيمان بالله لا يكفي، لا بد من الإيمان برسوله ولبيان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماتوا وهم فاسقون، أي ماتوا وهم خارجون عن الطاعة كافرون بالله، وهذا الفسق هو الفسق الأكبر. قال الله جل وعلا ولا تعجبك أموالهم أولادهم، يعني لا يأخذ بصرك هذا المال والأولاد الذي حظوا به والنعمة التي يرفضون بها، فإن هذا من مكر الله بهم، بل هي من عذاب الله المعجل عليهم، لأن الله يشقيهم بها، يشقيهم بجمعها، يشقيهم بحفظها، يشقيهم بزكاتها وطلب الإنفاق منها، لأنهم إذا أنفقوا منها فكأنما يعني تقطع عروقهم من أجسادهم لشدة حبهم للمال، وهم يطلب منهم أن ينفقوا ويتبرعوا ويتصدقوا ويأتيهم المزكي والمصدق حتى يأخذ منهم الزكاة والصدقة. قال بعض العلماء يحرم على الإنسان أن ينظر إلى شيء من الدنيا على وجه الإعجاب والاستحسان، وإنما إذا نظر إلى شيء من الدنيا هكذا فلا بأس، أما أن ينظر إليه على وجه الإعجاب فلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من الدنيا فأعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لماذا؟ يذكر نفسه بأنه لا يمكن مقارنة ما في هذه الدنيا من المتاع الزائل بما في الآخرة من المتاع الباقي، من النعيم الباقي. قال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها، أي بهذه الأموال وبهذه الأولاد في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قلنا لماذا قال تزهق أنفسهم؟ يعني يصيبها الموت وهي مقيمة على الكفر. لماذا؟ لأنهم يغترون بما عندهم من المال والأولاد، فيكون هذا من مكر الله به، فهم متعون بالدنيا ويعطون منها فتدركهم المنية وهم باقون على كفرهم. ثم لاحظ كلمة الزهوق التي تدل على الشدة، فإن المنافق
والكافر يعالجان من الموت شدة بخلاف المؤمن، فإن المؤمن تسل روحه كما تسل الشعرة من العديد، وأما المنافق فإن روحه تؤخذ كما تؤخذ الشوكة من الجلد أو من الصوف، إذا نزعتها فإنما تقطع معها شعرا وصوفا كثيرا. قال الله جل وعلا: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. الآن رجع إلى القضية الأولى التي بدأت بها السورة وبدأنا بها مجالسنا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وقال بعدها: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. ذكر ذلك قبل يعني قبل في أول السورة، ثم أعاده الآن وبين من هم الذين يستأذنون ومن هم الذين لا يستأذنون، من هم الذين يقدمون ويجاهدون ومن هم الذين يقعدون ويتخلفون. وهذا على طريقة القرآن، عندما يهتم بأمر ويريد أن يلفت الأنظار إليه لا يجعله في موطن واحد فقط، بل يعيد فيه ويبديه ويكرره على طريقة القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ماذا؟ مثاني. إيش معنى مثاني؟ يعني تثنى فيه الأخبار والأحكام والمواعظ مرة بعد أخرى وتكرر، لأن طبيعة نفسي ونفسك أنها لا تستجيب وتقبل وتستقيم على دعوة من مرة واحدة، بل تحتاج أن يعاد لها ويبدأ ويكرر لها شيء مرة بعد أخرى. فانتبه لهذا مع نفسك، وانتبه لهذا مع من تربيهم. إذا كان عندك طلاب أو أبناء لا تقول أنا قلت لهم قبل سنة والله قايل لهم هذا الكلام، لا، يحتاج أن تقول لهم اليوم وغدا وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد سنة وعند كل مناسبة وفي كل حادث يتكرر تعيد نفس الكلام حتى تصل المعلومة إلى تلك النفوس. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ماذا يفعلوا؟ استأذنك أولو الطول منهم. جاء أولو الطول، أولو الغنى والقدرة والميسرة، يستأذنون ويعتذرون. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. إذا ذهب الخوف اعدل فإنك لم تعدل، هكذا يقول لرسول الله. وإذا جاء الخوف ما تستطيع تسمع لهم صوتا ولا تسمع لهم ركزا من شدة ما يصيبهم من الرعب، لأنهم يرون الموت أمام عيونهم. قال: استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. دعنا مع القاعدين، يعني يرضون بهذا الوصف الدني ما دام يحقق لهم الحياة، مثل اليهود الذين قال الله فيهم: ولا تجدنهم أحرص الناس على، ما قال الحياة وإنما قال حياة، يعني أي حياة، المهم أنا أعيش، والله لو أعيش أكرمكم الله في مجال الصرف الصحي ما عندي مشكلة، المهم أبقى حيا. ذليل، مهان، غير مكرم، تؤخذ زوجتي، يعتدى على عرضي، يذهب مالي، يسلب وطني، المهم أن أبقى وأنا أعيش. أرضى بأي وصف ما دام ذلك يحق لي العيش بأي صورة. هذا هو حال المنافقين وحال إخوانهم من اليهود. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا، يقوله الله عز وجل على سبيل التعجب منه، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. من هم الخوالف؟ أكثر المفسرين على أنهن النساء، يعني رضوا أن يكونوا مع النساء اللواتي يسمين خوالف لأنهن يخلفن الرجال في البيوت. وقيل الخوالف هم أدنياء الناس وسفلتهم، ولا يضير أن يكون المعنى هذا أو هذا، لأنه على كلا الحالتين فيه تعيير لهم وتعجيب من حالهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لو كانوا يفقهون لما رضوا بهذا الدون لأنفسهم، ولا علموا أن الجهاد لا يمكن أن يقرب منهم الموت. هل تتوقع من ذلك يا إخواني؟ هل يمكن يأتيك الموت لأنك مجاهد؟ لا. أو يأتيك الموت لأنك قاعد؟ لا، الموت له أجل عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكونوا أبدا يتأخرون عن طاعة الله وطاعة رسوله وبذل المهج والأنفس والأموال لله جل جلاله. شوف، يقارن ليبين لك الفرق بين الصنفين. فمن تريد أن تكون مثله؟ مثل أولئك الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوارف، أو مثل هؤلاء القوم الشرفاء العظماء الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات؟ وأطلق قالوا الخيرات، أي خيرات؟ الشرف من الخيرات، الغنيمة من الخيرات،
النصر والغلبة، شفاء الغيظ والصدر، وذهاب الغيظ من الخيرات، الإمارة من الخيرات. أصحاب رسول الله بدأوا مع رسول الله فقراء، أكثر من 400 كانوا يعيشون في الصفة، فما مات أكثرهم إلا وهو أمير ومعزز وماله لا يحصى، من أين لهم ذلك؟ هذا من وعد الله لهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بالمطالب العالية في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الجنات قد أعدت لهؤلاء الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر الله عز وجل أصنافا من الأعراب، صنفين، الصنف الأول جاءوا يعتذرون، والصنف الثاني قعدوا فلم يعتذروا. فقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. إذن هذان صنفان، الصنف الأول المعذرون، من هم المعذرون؟ قال بعض العلماء: المعذرون أي ذوو الأعذار، الذين عندهم أعذار، قل يا رسول الله أهلنا في البادية ليس عندهم أحد، أغنامنا وإبلنا نخاف عليها الضيعة، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته يعذرون. وجاء المعذرون، ومما يدل على هذه هذا المعنى قراءة ابن عباس: وجاء المعذرون، معذرون من أعذر، أي إذا بالغ في العذر، بالغ في العذر، يقال أعذر من أنذر، أعذر أي بالغ في العذر من أنذر. قال ابن كثير: وهذا هو الراجح، أن المعذرين هم أناس لهم عذر، جاءوا إلى رسول الله فبلغوا رسول الله بأعذارهم بأشد ما يعتذر به، فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل لذلك ويؤكده أن الله قابلهم بالذين كذبوا، فقال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، يعني أولئك الكاذبين أو أولئك الكاذبون لم يأتوا، أما هؤلاء جاءوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله نحن من حالنا ومن شأننا كيت وكيت. منهم أناس مثلا جاءوا وقالوا: يا رسول الله إن لنا عدوا من العرب، وإن نخشى إن خرجنا أن يغدو على نسائنا وأموالنا فيقتلوهم، فنرجو أن تعذرنا. وآخرون من أولئك الأعراب ما جاءوا ولا أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقاموا لأمره شيئا، قال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. القول الثاني: وجاء المعذرون، قالوا المعذرون مأخوذ من المعذر وهو المقصر، يقال عذر فلان، والتعذير هو التقصير أي قصر، أي جاء المعذرون أي المقصرون الذين يتحججون بالأعذار ولا عذر لهم. فالأعراب صاروا صنفين، صنف جاءوا يعتذرون بأدنى الأعذار، يقولون نخشى ونخشى ولنا أعداء، والحقيقة أنهم إنما يعني ما أرادوا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف آخر من الأعراب لم يأتوا ولم يجاهدوا. والحقيقة أن الآية تحتمل هذا وهذا، وإذا نظرنا إلى الآية التي بعدها قد نرجح هذا القول الثاني، وهي قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، بمعنى أن المعذور هو الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة، أما أولئك من المعذرين والكاربين فلا عذر لهم عند الله وسيصيبهم عذاب عليم. الآن يذكر الأعراب، هو بعد ما ذكر المنافقين جاء الآن لذكر الأعراب، لأنه وسيأتي ذلك أيضا، سيأتي بعد قليل أيضا تفصيل آخر في الأعراب وأشد كفرا. ثم قال: ومن الأعراب منافقون، إيش؟ ومن أهل المدينة أيضا منافقون، أيضا مردوا على النفاق أي استمرأوه. فهو يذكر أن النفاق ليس في أهل المدينة ولا في الحاضرة، بل هو أيضا موجود في البادية، فذكر مواقف أولئك ومواقف هؤلاء، هذا هو المقصود، وأن هؤلاء ليسوا معذورين، وهؤلاء أيضا ليسوا معذورين في التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه. قال الله عز وجل: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين الله عز وجل من هو المعذور في ترك الجهاد، فذكر ثلاثة أصناف. الصنف الأول قال: ليس على الضعفاء، الضعيف هو الذي ضعفه ملازم له، كالشيخ الكبير، المرأة، الطفل،
الأعمى نعم كل من كان ضعفه ملازم المعاق هذا ضعفه لازم دائم يسمى ضعيف. الصنف الثاني ولا على المرضى. من هم المرضى؟ الذين ضعفهم طارئ وليس دائم. إنسان لما أمر بالجهاد كان كثيرا أو كان مريضا فهذا معذور لما به من العذر. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. يعني ليس على هؤلاء الضعفاء حرج ولا على المرضى حرج ولا على الذين لا يجدون نفقة حتى يقاتلوا معك ويجدون شيئا يحملهم للجهاد معك يا رسول الله ليس عليهم جميعا حرج. إذن ثلاثة أصناف معذورون في ترك الجهاد أو النفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سواهم فلا عذر لهم. طيب وهل هؤلاء معذورون بإطلاق؟ في الآية قيد لا ينتبه له كثير من الناس. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ماذا يا إخواني؟ إذا نصحوا لله ورسوله. قال العلماء هذه في حق كل من قام به عذر، لا يعذر عند الله حقيقة إلا إذا نصح لله ورسوله. فإن قيل كيف ينصح لله ورسوله؟ قيل ينصح لله ورسوله بأن يعلم الله في قلبه أنه لولا هذا العذر لكان من المجاهدين ولكان من الصائمين ولكان من المصلين مع الجماعة. بعض الناس يقول أشو أني مصخن ولا مريض عشان ما أصوم بهالصيف، أصوم إذا جاء الشتاء. يقول لا تراك لست معذورا عند الله، لست معذورا لأنك ما نصحت لله. المفروض أنه لما جاء رمضان وأنت غير قادر على الصيام لمرضك أنك تحزن بل تبكي ندما وتقول كيف يأتي رمضان يصوم الناس وأنا غير صائم. هنا تكون معذورا لأن قلبك يحترق يريد أن يطيع يريد أن يمتثل يريد أن يستجيب، وهي قاعدة عامة ليس في أجل الجهاد وحده بل في كل الأعمال. قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. بشرط النصح أن يعلم الله من قلوبهم الصدق في أنه لولا هذا العذر لقاموا بالجهاد. قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. المحسن ليس عليه من سبيل. من هو المحسن؟ المحسن هو الذي يؤدي ما اؤتمن عليه من عمل بصدق وإخلاص، ولذلك حتى لو كان معذورا فإن الله عز وجل يعذره ولا يحاسبه ولا يؤاخذه. ما على المحسنين من سبيل، ليس لنا عليهم طريق فنعاقبهم أو نعذبهم. وانظروا كيف اشترط الإحسان، يعني أنك لن تجعل سبيلا لعقوبتك ما دمت محسنا. والإحسان هو أن تكون صادقا في إيمانك صادقا في يعني محبتك للتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى. قال والله غفور رحيم، أي قد غفر ورحم هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله بسبب هذه الأذار التي قامت بهم. ثم ضرب مثالا لأناس نصحوا لله ورسوله فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وهم يحمدون الله. يعني الحمد لله أن فقرنا وسلمنا من الجهاد وسلمنا من المشاكل والخروج في هذه الصحراء وفي هذه القفار البعيدة ولهذا العدو الغاشم. لا تولوا وأعينهم تفيض. لاحظوا تفيض يا إخواني، ما قال تقطر، تفيض. يبكي الواحد منهم كأنه قد فقد شيئا محبوبا له، تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. جاءهم الحزن سبحان الله، يتمنى أنه لو كان فقيرا عمره كله إلا في هذا الموقف، حزنا ألا يجد ما ينفقون. وهذه يقال أنها نزلت في النعمان بن مقرن وإخوانه جاءوا إلى رسول الله يقول يا رسول الله احملنا، نحن ما عندنا لا سلاح ولا ظهر نركبه حتى نرافقك في الجهاد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ظهرا أحملكم عليه فماذا أصنع؟ فهل ذهبوا؟ قالوا الحمد لله، كما يقولون في المثل جت منك يا جامع، لما ذهب لصلاة وجد الجامع مغلق قال يعني تركنا صلاة الجماعة لأن الجامع مغلق، الحمد لله نجت من الجامع ما هي منا. لا، وإنما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل، يعني إنما الطريق في العقوبة والملامة والعتاب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هؤلاء لنا عليهم سبيل في عقوبتهم وفي فضحهم وفي جزائهم العاجل والآجل. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع النساء قاعدين في البيوت كما تقعد النساء المعذورات، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
في الأولى قال طبع على قلوبهم، وهنا قال طبع الله على قلوبهم. قال العلماء في الأولى أسند الطبع إليهم بحكم الطبيعة التي هم فيها، طبع على قلوبهم. وهنا لما اختاروا اختيارا ترك الجهاد في سبيل الله وهم أغنياء قادرون وتلكؤوا من ذات أنفسهم، جعل الله جزاءهم الطبع من عنده جزاء النفاق، فقال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فهذا طبع غير الطبع الأول، طبع آخر بسبب كسبهم وعملهم. ثم قال الله عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. انظر الآن جاءت الأعذار، إذا جاء ميدان الاعتذار والكلام واللسن وقسمة الأموال فهم أساتذة، وإذا جاء ميدان السنان والسيف والطعان فهم أشد الناس خوفا وأعظم الناس لوادا. قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يخبر الله عنهم أنكم إذا رجعتم إليهم سيعتذرون، سيقولون كان ودنا نذهب وكنا حريصين لكن مع كل أسف وكما تعلم ولا يخفى عليك، ويبدأون بهذه الأعذار والكلمات التي يظنون أنها تروج على رسول الله وأنها تنطلي على الله، والله سبحانه وتعالى يعلم خفايا نفوسهم ويعلم ما وقع في قلوبهم ويعلم أحوالهم وأنهم كانوا كاذبين. قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل صارحهم يا محمد ووضح لهم الحقيقة، لا تعتذروا لا تعتذروا، لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أخبرنا حقيقة أمركم وبين لنا ماذا كنتم تريدون وماذا وقع في قلوبكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، سيظهر الله عملكم حتى يراه الناس جميعا ويرى ماثلا أمام الخلق، لأن هذا الذي تعتذرون به سيبين أنه كذب، المواطن القادمة ستبين أنه ليس صحيحا، يعني مهما اعتذرت لن يقبل وسيفضحك الله عز وجل بخبيئة نفسك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، تتردون إلى الله فيخبركم بما كنتم تعملون وما كنتم تظهرون. ولاحظوا كيف قال قل لا تعتذروا، العذر يقبل ممن؟ ممن أخطأ ولم يصر على الخطأ، أما من أخطأ وأصر على الخطأ وجاء يعتذر وأن تعلم أنه مصر على خطأه لم يقلع عنه، قبول العذر يعتبر يا إخواني سفاهة وليس من الحكمة في شيء، ما تقبل من هذا عذر. واحد مقيم على ذنب مثلا افترض تقول له يا أخي لا تدخن في المسجد، فهو أخذ السيجار قال أنا آسف معليش اعذرني يا أخي، استمر يدخن، يقبل عذره هذا؟ ما يقبل عذره، يعاقب. لكن واحد قال أستغفر الله آسف والله أنا آسف أخطأت، ثم رمى السيجارة ودهس عليها برجله وأخذ البكت الذي في جيبه ووضعه في القمامة، نقبل العذر لما نقبل؟ نقبل العذر ولكن أمره إلى الله عز وجل، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. وانظروا يا إخواني المواجهة بالذنب مطلوبة أحيانا، عندما ترى إنسانا متلونا ينبغي عليك أن تواجهه بذنبه، أولا ليعلم أن الذين أمامه ليسوا ممن ينخدع، كما قال عمر لست بالخبء ولا الخبء يخدعني، ما أتيح له فرصة أن يخدعني، وإن كنت أنا لست مخادعا ولا أحب أن أخدع أحدا، لكني لا أتيح فرصة لهذا الظالم الباغي المستهتر أن يظن أن خدعه ويعني خبيئته تنطلي عليه. ولذلك نواجههم بذنوبهم ونفضحهم ونكشف أستارهم ولا نقبل عذارهم. قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إذا انقلبتم ورجعتم إلى المدينة بعد هذه الغزوة سيحلفون بالله لكم، على عادتهم في الحلف كما بينا، وذكر في هذه السورة قرابة 7 مواطن فيها حلف المنافقين لأن الحلف من ديدنهم وعادتهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم حتى لا توقعوا بهم العقوبة، ولشدة هوانهم على الله وعلى رسوله ولتدخر لهم العقوبة في الآخرة قال فأعرضوا عنهم لا تبالوا بهم ولا تلتفتوا إليهم حتى يشعروا بحقارة أنفسهم، أعرضوا عنهم لا تستمعوا إليهم ولا تلتفتوا إليهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، هم يريدون فقط مرضاتكم أنتم ولا يلتفتون إلى مرضات الله عز وجل ولا يرقبون الله عز وجل لا في سر ولا في علانية لأنهم لا يقدرون الله حق قدره، فإن ترضوا عنهم إن رضيتم أنتم عنهم فاعلموا أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الله عز وجل لا يمكن أن يرضى عن هؤلاء القوم الذين تمردوا وخرجوا على طاعته وأبوا أن يستجيبوا لأمره جل جلاله. وانظروا كيف
أنه لم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أولا ليبين أنهم فاسقون، وثانيا ليبين أن كل من فسق فإن الله لا يرضى عنه.